دنيا بطمة تهاجم إتيب العربي بكلمات نابية وهذا مصيرهم. لا يزال اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار فيديو لها على حسابها الخاص على انستغرام وهي تواجه رسالة قاسية لإتيب العربي. يذكر أن محكمة النقد بالعاصمة المغربية الرباط كانت أصدرت حكمها برفض الطعن الذي قدمته الفنانة المغربية دنيا بطمة في القضية الشهيرة المعروفة باسم حمزة بومبي وتأييد حبسها لعام. وتحولت القضية إلى محكمة استئناف في مراكش التي أصدرت حكمها إضافياً بحبس دنيا بطمة 4 أشهر إلى جانب الحبس 8 أشهر تنفيذاً لقرار المحكمة الابتدائية الذي صدر عام 2020 ليصبح مجموع سنة كاملة، ذلك بعد أن ثبت علاقتها بحساب حمزة مومبي. اتوجعت أنا واتصدمت، كنت هضعف بس أم والحب.